هاي يا جماعة، قبل كده طلبت مني أصور لكم الروتين المسائي بتاعي. فأنا من الأشخاص اللي بخلص كل التاسكات بتاعت اليوم على الساعة 5، بعد كده بنزل أتمشى أنا وأدي جوزي في أي مكان جنب الطبيعة. هنا أدي كان عنده مشوار، فقلت أنتهز الفرصة وأبدأ أصور لكم الفيديو روتيني المسائي وإزاي بقدر أستمتع بوقتي لوحدي. يلا بينا نبدأ الفلوج، وطبعا فيرست ثينج فيرست، ونبدأ بتحضير العشاء. حضرت العشاء يا جماعه، عملت سلطه بزياده وعملت تورتيه. التورتيه دي فيها شيا وفيها كنوا يعني وتونه مع شويه بشره بارميزان مع طماطم وتونه، وهنا بيض مع ريكوتا تشيز. يا جماعه تجنن، جربوها. وليمون طبعا. هديهم كده يعني لسعه في الفرن واقعد اكل. يلا بينا. هطبقه كده زي الكاسادية، وهاجي اوريدي الفرن. انا حطيت فيه البطاطا وحطيت فيه بطاطس، يعني بحب احضر اكل لقدام، فعملت للصبح كمان. حطه في الفرن ياخد كده لسعة. سخن سخن، شايفين البطاطس والبطاطا؟ سوبر فود. الاوفن ده يا جماعه اقتراح حلو قوي، يعني انا لو عندي بيت هشتري نفس الاوفن ده فللذكرى. بريفل فيه كل حاجه، توست، بيجل، بيك توست، برويل، بيتزا، كوكيز، ريهيت، وورم اند اير فراي، والاهم سلو كوكينج. وعايزه اجرب عليه السلو كوكينج، عندي بيف. هعمل شاي يا جماعة، مش شاي، هعمل في الغالب باخد كامومايل مع منت، وعندي فريش منت كمان كده نحطه. هنا في حاجه كمان بحب اعملها، اسيبه كده يتخمر مع نفسه عشان ينزل كل اللي فيه. عشان كده البطاطا لسه محتاجه وقت، البطاطس اعتقد ده العيش بتاعي. اوه هنحطه هنا. طبعا الليمون، بعصر على كل حاجه ليمون في حياتي. اوه نشيل ده غبية، انا حاطه دي هنا عشان ايه برضو ما بستخدمهاش. بطاطس اي ثينك ان هي ريدي. ناخد 2 هنا حلوين بطاطس من الحاجات الحلوه الصحه. خلينا ندوق كده. يم عاكم ونيت كولكتد. اوكي نجمع البطاطس بتاعتنا. وده الفطار بتاعنا للصبح، بس هنخليه عشان لسه صبح، خليه هنا لغاية ما زودت. يا جماعة حطيت قشرت اكتر، ده سوبر فود الادمامي، وحطيت حاجات مخللات، ده حلو قوي عشان الميكروبيوم بتاع المعدة. وهزود دلوقتي حاجة تانية، ده زي الجينجر اللي بناكله مع السوشي، اشتريته عجبني جدا، حلو جدا، عرفت ان هو مفيد للصحة. طبعا جينجر يا جماعة. اوكي وهحط كمان جريك يوجرت عشان يبقى كله. برضو زي ما قلت لكم مش هاكل ده كله النهارده، ممكن انقنق شويه والباقي بكره للفطار. ده كده شكل العشاء بتاعي يا جماعه، حاجه بسيطه مش كتير. انقنق، يلا بينا نتفرج.
نسيت اقول لكم يا جماعه ان قبل ما باكل لازم اشرب فينيجر مخفف بالميه، والنوع اللي انا بجيبه نوع حلو اللي هو فيه رواس، ده احسن نوع يا جماعه. اوكي شايفين الرواس تحت، بعمله كده بديله وان شيك واخد شويه ويلا بينا نبدا سهرتنا. انا من الاشخاص اللي بحب ارتب المكان قبل ما اقعد فيه، عملت لكم فيديو قبل كده عن اهميه انك لازم تتعلمي ازاي تقدري تستمتعي بوقتك لوحدك، ما تستنيش حتى عشان تعملي الحاجات اللي انت بتحبيها، لازم يكون ليكي وقت خاص بيكي اسمه مي تايم، حتى لو انت متجوزه الوقت ده بتاعك انت لوحدك تستمتعي بيه وتعملي فيه كل الحاجات اللي انت بتحبيها، تهتمي بنفسك وتدلعي نفسك وتعزمي نفسك على العشاء وتعملي نفسك كل حاجه. هحط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف، اتاكدوا ان لازم تتفرجوا على الفيديو ده لانه هيفيدكم جدا. حبيت انا اقعد واحط الاكل واستمتع وانا بتفرج على اي موفي في النتفليكس. انا كنت هنا بتفرج على زي بروجرام عن الحياه في اليابان، بصراحه طبعا اليابان من البلاد اللي نفسي ازورها ومتشوقه جدا اتعرف على الكالتشر فيها، وطبعا اللي متابعني عارف ان انا وادي جوزي فول تايم ترافلر، مسافرين طول الوقت. فما تنسوش تتابعونا على الانستجرام عشان تتفرجوا على الاماكن والبلاد الجميله اللي بزورها انا وادي وجوزي. انا من الاشخاص اللي بحب الكودز جدا، فقريت الكود دي وعجبتني فحبيت اكتبها لكم عشان تشجعكم وتديكم طاقه ايجابيه زي ما ادتني. طبعا لما بتحبي نفسك وتهتمي بيها انت بتبقي عامله زي المغناطيس بيجذب كل حاجه حلوه طاقه ايجابيه، كل حاجه بتتمنيها بتحسيها ان هي بتتحقق لك طول ما انت متخيله ان هي فعلا هتجيلك وهتتحقق لك. وكنت عملت لكم فيديو قبل كده عن المانيفستيشن، صراحه الفيديو ده كسر الدنيا، فهسيب لكم اللينك بالصندوق الوصف تقدروا تتفرجوا على الفيديو، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات رايكم عن المانيفستيشن وعن فيديو النهارده. وانا من الاشخاص اللي بحب اطبق قاعده 80-20 في الاكل، يعني 80% من اكلي بيكون هيلثي بس 20% بتكون الحاجات اللي بشتاق لها. فطبعا الستروبري والدارك شوكليت احلى ديزرت بالنسبه لي، باخدهم من وقت للتاني. اه يا جماعه جربوا الستروبري مع الدارك شوكليت، او ماي جاد هيفن. ده وقت الباست تايم بتاعي الجيرل تايم، ده يعني احلى ريورد ليا بعد يوم طويل، خاصة ان انا بلعب يوجا وبلعب اريال يوجا وبجري 5 كيلو كل يوم على الاقل، فاخر اليوم ببقى محتاجة زي ريورد كده لجسمي اشكره على المجهود الجبار اللي عمله معايا، ان هو ساعدني ان احقق كل الاهداف اللي كنت محتاجه او كاتباها ان انا احققها لليوم. انا هنا بستخدم ابسون سولت، بصراحه البراند ده جميل جدا يا جماعه، يعني يا ريت تقدروا تشموا ليها عن طريق اليوتيوب. هو بالايكوليبتس والمنتول او المنت، وبصراحه الريحه فوق الخيال. ف الابسوم سولت من الحاجات جدا مفيده للجسم، بيقلل الالتهابات وبيرخي الاعصاب وبيخلص الجسم من السموم، خاصه بعد يوم طويل من الرياضه والشغل الجسم طبعا بيعرق وفي ترسبات بتبقى على الجسم، الابسوم سولت بيخلص الجسم من كل ده. وده كان فيديو اليوم يا جماعة بناء على طلبكم، أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا وتعلمتوا شوية هيلثي تيبس مني في اللايف ستايل بتاعي. أتمنى أن أنتوا لو مش مشتركين بالقناة تشتركوا، لأن ده بيشجعني أن أكمل، وتشيروا الفيديو لكل أصحابكم، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات كل أسئلتكم واستفساراتكم، وما تنسوش تتابعوني وتعملوا لي فولو على الانستجرام، دايما بنزل لكم نصايح وهيلثي تيبس اند تريكس عن اللايف ستايل بتاعي وحياتي في السفر، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.